نكبة يا فلسطين. ذكرى حزينة للملايين، ذكرى حزينة للملايين. ذكرى النكبة يا فلسطين، ذكرى النكبة يا فلسطين. ذكرى حزينة للملايين. إذا اللاجئ ما بيعود، إذا اللاجئ ما بيعود، والسلام ما مطلوب. بعد أن تخلى عنا العالم، تخلت عنا المؤسسات الدولية، تخلى عنا مجلس الأمن، أعتقد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وحدة حقيقية. كل فصائله، كل مؤسساته، كل شرائحه يجب أن تتوحد من أجل انتزاع حقوقنا من كل المؤسسات الدولية. وبالنهاية يجب أن نقيم دولتنا المستقلة بالرغم من محاولة الأمم المتحدة تقليص الدعم لهذه الوكالة وتقليص الدور الوظيفي، إلا أننا مستمرون بالدفاع عن حقوقنا وصولا إلى دولة فلسطينية مستقلة بإذن الله. التساؤل حول تصريحات المفوض العام للأونروا التي أدلى بها مؤخرا حول نقل صلاحيات الأونروا للشراكات المختلفة في الأمم المتحدة، ونود التوضيح على مضمون هذا التصريح، ورفضنا المطلق لأي تصفية لوكالة الغوث، حيث أن وكالة الغوث هي الشاهد على نكبتنا وعلى لجوئنا. هناك تقليص في مختلف الخدمات الصحية، البرنامج الصحي والبرنامج الاجتماعي والبرنامج التعليمي، هناك تقليصات كبيرة في كافة المجالات.